كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احنا كما كتشوفوا خارجين الحسيمه من هنا لعيد قمره 12 كيلومتر، ومن هنا كيسميتو الايزمون يمكن شي 5 كيلومتر بحال هكاك. كما كتشوفوا الطبيعه اللي كاينه زوينه. دابا ان شاء الله غادي نمشي نصور لكم واحد الارض اللي كتبع هنا حدا واحد المبرصاص، واحد المبرصاص زوينه بزاف. احنايا غاديين ان شاء الله غادي نصور لكم واحد بقعه ارضيه زوينه بزاف، جات في واحد بلاصه استراتيجي، واحد بلاصه اللي هي يعني زوينه بزاف. دابا تابعوا معايا ان شاء الله، غادي يعني نمشيو حتى نوصلوا لذاك الارض ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا وان شاء الله غتعجبكم ان شاء الله. اللي عنده غرض باش يشري ذاك الارض يعني غتعجبو ان شاء الله باذن الله. جات في واحد بلاصه يعني ما شاء الله زوينه بزاف. دابا ان شاء الله غادي نوصلوا ليه ونوريكم يعني التفاصيل ديالها. غيكون مولاه حتى هو تما داك الساعه نصور لكم ان شاء الله يعني داك الشيء اللي كان في داك الارض شحال فيها، واش محفظه ولا لا، ولا المهم اي حاجه يعني ان شاء الله باذن الله غادي نقولها لكم. واللي عنده اخوتي يعني بغيتي تبيع الارض ديالك او الدار ديالك او اي شيء حاجه يعني اتصل بيا ان شاء الله باذن الله. غادي ان شاء الله باذن الله نديرها لك في القناه كما كيديروا الاخرين، ندير واحد الفيديو زوين بزاف باذن الله، ونشروا ان شاء الله يعني نصوروا على حق وتركوا نشروا ان شاء الله، ونديروا الكمال على الله. حنا كنديروا غير سبب والكمال على الله. احنا غادي المشاهدين الكرام ذاك الارض باذن الله. دابا يعني ندير لكم واحد الفيديو زوين بزاف، وبقاو معنا. ها المناظر اللي كاينه كما كتشوفوا، واحد المناظر زوينين بزاف. بقاو معنا المشاهدين الكرام. احنايا قريب نوصلوا ليها ان شاء الله باذن الله. والطريق كما كتشوفوا الطريق زوين، والطبيعه واللي ساكن في الطبيعه سعداتو، ما كاينش احسن من الطبيعه الصراحه. وكما كتشوفوا الجبال والطبيعه، والحمد لله راه قريب المدينه، واحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر من هنايا، ماشي بزاف يعني، ما وصلت حتى 5 كيلومتر من هنا كيسميتو من هاد البلاصه للحسيمه، يعني قريبه بزاف. وثانيا راه في واحد الطبيعه اللي هي يعني ما كاينش احسن من الطبيعه كما كتشوفوا. احنايا قريب نوصلوا ليا المشاهدين الكرام، خليكم معايا. شوفوا على الطبيعه المشاهدين الكرام، كاين واحد الطبيعه زوينه بزاف. هذا المنظر ما شاء الله، منظر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الصراحه. وصلوا لذاك البومبا ديسانس، ها هي حنا وصلنا لها كما كتشوفوا، ها هي قدامنا، هذه هي البومبا ديسانس. وذاك الارض راه كاينه غير هنايا، وان شاء الله باذن الله غادي نوريها لكم. دابا ان شاء الله غادي نشوف ذاك السيد اللي مكلف بهذ الارض، يعني مول هذ الارض هذا، وان شاء الله نوريها لكم بالتفاصيل ان شاء الله. وبقاو معنا المشاهدين الكرام، حنا وصلنا البومبا ديسانس هي هذه، والارض كاينه غير هنايا. بقاو معنا. هاد الارض المشاهدين الكرام راه كاينه غير هنايا كما كتشوفوا. بقاو معنا ان شاء الله غادي نوريها لكم. المشاهدين الكرام كما كتشوفوا هذيك الارض راه هي هذه، فيها جوج ديور كما كتشوفوا، جوج ديور صغيورين. دابا من بعد ان شاء الله غادي نوريكم هذوك الديور، نطلعوا داك الديور فيها 4000 متر، يعني 4000 متر اللي فيها في هذه الارض هذه. دابا ان شاء الله غادي نقول لكم من كتحت، يعني حنايا غادي نطلعوا من هنايا، لان هذوك الديور راه مع الارض كتمشي يعني كتبع مع الارض. جوج ديور كما كتشوفوا، هذوك هي جوج ديور كيتباعوا مع الارض. حنا نقربوا
نقربوا باش نشوفوه مزيان. هذه راه صغيره شويه، هذه راه شويه كبيره كما كتشوفوا. هاد الديور حتى هما كيتبعوا مع داك الارض، فيها 4000 متر. حنا غادي نطلعوا من هنايا باش اللي كيشري كيشري 4000 متر، يعني ماشي من هنايا، يعني من الفوق من هذاك الحجر اللي الفوق. حنا غنطلعوا لتما وندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله باش نوضح لكم هاد الارض يعني من البدايه حتى النهايه. بقاو معنا حنا طالعين في هاد البلاصه هادي. الارض جات في واحد البلاصه المشاهدين الكرام زوينه بزاف كما كتشوفوا. البدايه ديالها كتبدا من هنايا كما كتشوفوا المشاهدين، من هذا الحجر هذا، يعني من هذا الحجر هذا ولا من هذا، ها هو كما كتشوفوا مصبوغ. ومن هنايا كل هذا كتمشي حتى داك الدار اللي كيتبنى من هنايا، وكتطلع فوق في داك الحجر. راه هو باش نوريها لكم، هاد الحجر راه هو مثلا وداير فوق الديور، يعني داير فوق الديور حتى الفوق، ونمشيو معاه نيشان حتى للطريق. يعني هادي كلها، يعني هاد السيد اللي كيبيع هادي بوحده لان عنده خوتو فرقوا دابا من كل واحد خدا ديالو. دابا هذا اللي تجي في حقه هي هادي، وكيبيع حقه كما كتشوفوا. وراه الارض محفظه كلشي فيها كما كتشوفوا، ما فيها لا مشاكل لا والو كما سمعت منه. يعني الارض جات في واحد البلاصه زوينه بزاف كما كتشوفوا، يعني واحد المنظر هنا ما شاء الله. الطريق الكبير كما كتشوفوا، ها البومبا ليسانس حدا هنايا، واحد المنظر ما شاء الله الصراحه. انا قلت هذاك السيد، قلت له انت اللي عايش هنا وصافي، لانه هو اصلا ساكن في واحد البلاصه اخرى عليها بغى يبيع هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا. حنا ان شاء الله غادي نطلعوا الفوق ونشوفوا يعني حدا الدور كما كتشوفوا. هذه هي الارض اللي كيبيع السيد. حنايا غنطلعوا معاه كما كتشوفوا، هذا راه كلها ديالو، دي كلها كتبيع كتبع مع داك الديور كما كتشوفوا. والثمن المشاهدين الكرام اتصلوا به مباشر يقول لكم الثمن، لان الثمن هو اللي غايقولها لكم، لان انا ما نقدر نقول لكم، ولا هو اللي خصني يتفاوض معكم في الثمن. وتلقاو ان شاء الله التليفون ديالو في الاخر ديال الفيديو وتحت الفيديو. هذه بنادم خصو يسمع الفيديو مزيان باش يعرف كيفاش الا بغى يشري. شي بعد ما كيبقاو يسولوا التليفون ولا شحال ولا هذه، اتصلوا مولاه، يعني ما كان لا سمسار لا والو، اتصلي ديريكت مولاه اللي كيبيع، وداك الساعه يقول لكم والثمن، يتفاوضوا معكم في الثمن. راجل ظريف، راجل طيب صراحه، ويتفاوض معكم في الثمن. والنبي عليه السلام كما كتشوفوا، هذه هي الارض ديالو. دابا نطلعوا لهاد الدار اللي الفوق ونصور كلشي، هذا الشيء اللي كاين هنا المشاهدين الكرام، باش ان شاء الله غتعجبكم الارض. الارض راه جات فواحد البلاصه زوين كما كتشوفوا، راه غرس على الزيتون وغرس على كلشي كما كتشوفوا. هذا المنظر ما شاء الله الصراحه، منظر زوين بزاف. ومن هنايا حتى الطريق، حتى الطريق راه داك الطريق اللي دابا. المهم غادي نصوروا من هنا داك الساعه ان شاء الله، نكملوا على الباقي. هذه هي الدار، يعني اللي صغيره شويه اللي بغى يكمل عليها، ولا المهم دار اخرى هي هذيك اللي كتشوفوا. وراه كتحد من داك، يعني من داك البلاصه الفوق، الارض كتحد من الفوق، يعني بحال هاد الديور عاد جاو شويه في الوسط، ماشي في الوسط كلشي ولكن شويه في الوسط. دابا حنا غنديروا داك الفيديو زوين اللي غيعجبكم ان شاء الله، نوضحكم مزيان كما كتشوفوا. الارض
كما كتشوفوا تبارك الله شفت فواحد بلاصه زوينه بزاف. غنمشيو دابا جهه اخرى. بقاو معنا. الارض كاينه لتحت والفوق. وهاد الدار حتى هي كتبع مع الارض. ها ودي حدنا. المهم غنسولكم لداخل هاد الدار. هادي قال لي مولاه صورها لداخل. دابا ان شاء الله غندخلوا لداخل نصوروها بعدا باش تعرفوا. تبارك الله نقيه الكوزينه ديالك. تبارك الله كيف دايره. كاينه الصاله امريكا لا ميتري كوزينه. تبارك الله تبارك الله. واخا هكاك راه ولكن في الصالون الدوش كما كتشوفوا تبارك الله حتى هو راه زوين. ها هي فيه الناموسيه تبارك الله. اللي غادي يشري ما يحتاج كاع يبني ولا شي حاجه ينعس وصف. ها هي بيت اخرى المشاهدين الكرام كما كتشوفوا تبارك الله الدار راه زوينه. دابا ان شاء الله غادي نخرجوا على برا ونوريكم الباقي باذن الله. كوزينه تبارك الله كبيره وكما كتشوفوا فيه واحد المنظر زوين بزاف الصراحه. لو كان انا عندي الفلوس غادي نشريها لراسي ونقول لكم الحقيقه. هذه هي الحقيقه اللي كاينه. لو كان عندي فلوس انا نقد على هذه والله حتى نشريها. لان شفت واحد البلاصه ما شاء الله واحد البلاصه يعني تشهيت غير تعيش هنايا الصراحه. كما كتشوفوا احنايا طلعنا فوق الدار. كما كتشوفوا هذه راه كل حتى لذاك يعني حتى لذاك يعني ذاك الغابه اللي كاين حيت هو صوفيا بزاف شحال من حاجه. كما كتشوفوا غرس هنايا يعني الزيتون وتبارك الله راه طلع فيها الصراحه. ومن هنا كما كتشوفوا حتى الطريق حتى لهي يعني كلها 4000 متر عنده هنايا. كما كتشوفوا 4000 متر المشاهدين الكرام. يعني جات واحد المنظر زوينه بزاف. دابا خليكم معايا غادي نمشيو لتحت نصور لكم واحد يعني جهه اخرى باش تبان مزيان. يعني ارض وفي جوج ديور كتباع يعني بثمن مناسب كما قالوا الثمن مناسب يعني الثمن مزيان بزاف. لان حتى من هنا كتحد الارض ديالو يعني من هنايا يعني دي هذا هو الطريق اللي غادي يكون بحال هذا هو الطريق كما كتشوفوا المشاهدين الكرام. وهذا الشيء راه كلشي ديالو كما كتشوفوا كلشي ديالو. يعني تبارك الله جات فواحد البلاصه زوينه بزاف. ومن هنا كما كتشوفوا راه عندها الطريق حتى للدار. كما كتشوفوا الطريق مصحوب يعني الحمد لله يعني ما تلقاو لا صعوبات لا والو. هذه هي الارض يعني اللي كتبع كما كتشوفوا يعني من هاد الطريق حتى لتحت حتى لهنايا. ومن هنا كلشي ديالو يعني 4000 متر. نتمنى المشاهدين الكرام يعني يكون وضحت لكم يعني هاد الارض باش يعني اتصلوا بمولاي الا بغيتوا يعني اللي عنده الغرض في هاد الارض هذه. نتمنى ان شاء الله تعجبوا ويشري ويتمتع فيه ان شاء الله. وكما قلت لكم اللي عنده شي ارض كيتباع اولا شي دار كتباع يتصل بيا وحنا نديرها في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.